بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. فيا سادة، احنا عندنا شيء مهم جدا، حصل تغير شويتين ثلاثة في حياتنا اللي احنا عايشينها. احنا كنا زمان بنشوف الناس عايشين غرقانين في الرضا، غرقانين في طمأنينة القلب، قلوبهم مطمئنة، حاسين دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم. صحيح في طيارات متطرفة وطيارات متشددة جت قالت للناس انتوا ازاي يعني بتقولوا ان ربنا راضي عنكم، وازاي انتوا في حالة اطمأنينة وسكون كده، ما انتوا ممكن يكون عندكم معاصي ذنوب، فلازم ما تطمئنوش كده، لازم ما يبقاش في قلبكم مليان الرضا والطمأنينة كده. لدرجة ان حصلت بقى اشياء مزعجة جدا جدا. بدأ يظهر عندنا ناس بيعبروا، مش بس بيشعروا، بيعبروا عن حاجة أحدث التغير في تديننا. إيه اللي بيعبروا عنه ده؟ بيعبروا إن هم زعلانين من ربنا. مسألة صعبة قوي وبتوجع، ولما بتتعرض عليا وبتعامل معاها أنا في الحقيقة ببقى مشفق جدا جدا عن الشخص اللي وصل لهذا الأمر، وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أتعامل مع هذه الحالة بحكمة. ولكن قبل ما أقول لكم إحنا إزاي ممكن نتعامل مع الحالة دي، وإزاي ممكن نتعامل مع الشخص اللي وصل لهذا المستوى في العلاقة بينه وبين ربنا، تعالوا نشوف أهلنا وناسنا قالوا إيه عن هذه الظاهرة. يعني يزعل من ربنا عشان هو ما عندوش ثقة كاملة في الله، وفي نفس الوقت دايما بصل اللي أعلى منه، يعني دايما يقول إيه؟ ليه أنا مش زي فلان، ليه أنا مش زي فلان، ورغم إن هو لو بص تحتيها يلاقي ناس أقل منه بكتير جدا، فلو هو بص اللي أقل منه هيحمد ربنا ويحس إنه معاه نعم ما بعديها نعم. يعني ليه نزعل ربنا؟ ليه؟ ربنا رؤوف رحيم، ربنا رحيم بعباده مهما كانوا، مهما كانت الأرزاق ومهما كانت الظروف، إحنا الحمد لله في نعمة كبيرة. محدش يزعل من ربنا، لأن كل اللي بيجيبه ربنا كويس. الخير خير والشر في داخله خير. هو الزعل من ربنا دي بترجع لقلة إيمانه هو وعدم تربيته، لأن في حاجة حديث بيقول لازم نؤمن بالقضاء والقدر، فلازم زي ما بيبقى فيه خير بيعلم ولادي إن فيه شر، وزي ما بيرضوا بالحل يستحملوا الوحش، وكله من أنفسنا. استغفر الله العظيم يا رب، ده احنا كلنا خلق الله، ما فيش حد يقدر يزعل من 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 اللي خلقه. يعني عندها قلة إيمان، ضعف إيمان، ومفروض لحد ما فيش حد بيهرب من قدر الله. يعني ربنا بيجيب كل حاجه كويسه، بس احنا اللي مقصرين في حق ربنا. لا طبعا ما حدش يقدر يرزق من ربنا، ولازم الواحد يرضى بقضاء ربنا، بس في كل الاحيان يعني في كل الاحوال. يعني ربنا ما بيقدر شيء، فالواحد ما يعترضش على قضاء ربه. يعني ربنا اللي يزعل مننا ان احنا مقصرين. يعني ربنا تمام سبحانه وتعالى بيقول لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. يزعل من ربنا، يزعل من نفسه، مش يزعل من ربنا، يزعل من نفسه ان هو ما رضاش ربنا، يزعل من نفسه ان هو ما وصلش ان هو يرضي ربنا. انما يزعل من ربنا ده خلل. ربنا ما يتزعلش منه، لان هو اللي خلق، خلقك في بطن امك وغزاك من بطن امك وانت ما شفتوش. لو كل واحد طبعا عنده يقين ان دي اقدار وحاجات مسلم بها، ايه اللي هيزعله من ربنا؟ لو زعل من ربنا يبقى هو ما عندوش ايمان ولا عنده دي. انت تزعل منه ليه؟ انت ما ينفعش تنام وتستنى ربنا يرزقك، ما بينفعش تنام وانت تستنى الراتب او المعاش يوصلك اخر الشهر. لا 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 طبعا طبعا، مفيش حاجه، كل ربنا كاتبه لنا حلو، الوحش بس اللي من نفسنا احنا. وبعدين هو ادم بيفكر في كده، ده قله ايمان. احنا قاعدين بقى مع الناس اللي حضراتكم اتكلمتوا معاهم عنهم، لان الظاهرة دي ما بقتش ظاهرة قليلة. الظاهرة دي ممكن بعض الناس يشوفوها ان هي متصلة شويتين ثلاثة بالاضطراب النفسي، ممكن بعض الناس يشوفوها زي كتير من اهلنا وناسنا اللي كانوا بيتكلموا في التقرير ان هي متصلة بتراجع الايمان. بس انا في الحقيقة انا شايف ان احنا لازم نتعامل مع ده بشيء من التؤدة وشيء من التفهم. يعني ايه اتفهم؟ عشان اتفهم حد مش لازم اكون قابل اللي هو بيقوله، لكن انا لازم افهم دوافعه. في بعض الناس
وهم بيتعاملوا مع ربنا بيتعاملوا مع ربنا بطريقة غلط، ودايما بينتظروا من ربنا سبحانه وتعالى انه لازم يحقق لهم اللي هم عايزينه، وده خطأ كبير في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى.